يوم الأرض يحمل معان خاصة للفلسطينيين في الداخل، كون حراك عام 76 انطلق من هناك رفضا لمخطط الاستيلاء على الجليل واحتجاجا على قتل الاحتلال 6 شبان خلال الحراك. ولكن عاما بعد عام تفقد فعاليات يوم الأرض زخمها. أهالي الطيبة أحيوا ذكرى يوم الأرض بافتتاح ساحة الشهيد رأفت الزهيري، وهو أحد شهداء يوم الأرض بعد ترميمها. أما أهالي سخنين والذين نزلوا إلى الشارع بشكل عفوي قبل 43 عاما نظموا مسيرة لمواجهة سياسة التمييز العنصري وسياسة الحرب والاحتلال. كيف تسلل قوات الهدم وهدمت ما هدمت في عرعرة في خورسقر، وهدمت بقوات مدججة ما هدمت في رهط، وكيف فشلت في هدم ما أرادت هدمه في الرامي. هي فشلت لأن الناس وقفت، وحيث نقف وحيث نكون صفا واحدا وحيث نوحد العزيمة فإن النصر سيكون حليفنا بالتأكيد. وشارك عدد كبير من المواطنين في فعاليات يوم الأرض في قرية المكر، ورفعوا شعارات داعية إلى إسقاط مخطط الطنطور، حيث صادر الاحتلال 2069 دنوما عام 75، ويجري العمل على مصادرة 1370 دنوما أخرى. المصادرة لا يمكن إنها تمر على أرض طنطور، لا يمكن إنها تمر. هن اليوم قاعدين عمالين يحاربونا على آخر ذرة من تراب أرضنا، وإحنا رايحين ندافع على بآخر نقطة دم من دمنا من شان أرضنا، وإحنا أرضنا لا يمكن أن نفرط فيها. طنطور لا للمصادرة، طنطور لأهله وأصحابه وللأحفاد القادمة والأجيال القادمة. عشان نقدر نبني مستقبل على بلدنا لازم إحنا نبني مسكننا وبيتنا على أرض بلدنا طنطور. لجنة التوجيه العليا لعرب النقب عقدت اجتماعا شعبيا على أنقاض بيوت عائلة العتايقة والتي هدمتها قوات الاحتلال، فيما اختتمت قرية كفر كنة إحياء ذكرى يوم الأرض في الداخل بوضع أكاليل الزهور على أضرحة شهداء كفر كنة. كثيرون انتقدوا قلة الحضور الشعبي في هذه الفعاليات وسط اتهامات وجهت للأحزاب العربية على عدم قدرتها على الحشد، ودعا تحالف الموحدة والتجمع إلى بناء خطة عمل شاملة وموحدة وتوسيع الحراك والتصدي لجميع المخططات التي تهدد وجود الفلسطينيين. يأتي هذا الضعف الجماهيري في فعاليات يوم الأرض في ظل تفتت القائمة المشتركة للأحزاب العربية إلى تحالفين يضم أحدهما القائمة العربية للتغيير والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وتعطيه الاستطلاعات 7 مقاعد في الانتخابات، وتحالف القائمة الموحدة والتجمع الوطني الديمقراطي ب4 مقاعد، ليحصل العرب على مجموع 11 مقعدا بعد 14 حصلوا عليها مجتمعين تحت ظل القائمة المشتركة. لفضائية النجاح رغي طبصيّة.